ثاني اجلوا لكم النطق ما قالش لي دابا غتسى السيمانه الجايه نهارين غنمشي مع المحامي ديالي عند قاضي تقدري اجي وقت ما بغيتي ان شاء الله. دابا انا عندي شهر ديال الوقت. دابا على واد الناس هذيك جيتي من شيت شهرتي يقولوا لي راه ما كاينش. مشاهدي قناة شوف تيفي أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من أمام محكمة الاستئناف وقصة اجتماعية أخرى للأسف الشديد. هذه المرة الضحية ديال هذه السيدة وللأسف علاش قلت للأسف الشديد لأن الخصم ديال هذه السيدة هو الأخ ديالها للأسف الشديد الخاوة حد الدنيا. تيقول واحد البيت شعري بأن ولا ظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي. يعني ملي كتجيك الضربة من أقرب الناس ليك كتكون موجعة أكثر ياك لالا؟ ضراتك حيت من خوك؟ ضراتني بزاف ضراتني بزاف وضراتني الشمتة ضراتني لحقاش الأخ ديالي كان بحال الأب ديالي كنا تنحماقوا عليه كان عزيز علينا كان عندنا فيه ثقة العمياء إلا قال لنا غدا ما غاديش يكون النهار غادي نطيقوه ولكن للأسف لقيناه واخد لنا أراضي. يعني كان باكم؟ يمكن كنا تنبغيو أكثر من بانا كنا عندنا فيه واحد الثقة واحد الثقة العامية كان أكثر من بانا كنا إلا قال لنا أي حاجة تنطيقوها من في الأخير لقينا باع الأراضي خدا لنا الأراضي أنا خواتاتي وعطاهم كتبهم لمراته وداروا وكالة مزورة وبهذه الوكالة علاش أنا جيت البارح بالليل جيت لأن سمعت بأن كاينة الجلسة ديال العدولات لأن ديك الوكالة مزورة وداروها عند العدولات اللي في عين الشق بدون ديك الاسماء عافاك يعني حتى اسم ما تذكريه لينا باش ما نسماوش كنشهروا بالناس هما عدلين مشهورين بمدينه الدار البيضاء بعين الشق. حقيقه ولكن هذا غلط لما نقولوا السميات علاش باش الناس وحده اخرين يردوا بالهم لان جا كل واحد ما يقولش الاسم راه غادي كل واحد غادي يمشي ويدير اللي بغى. كيفاش هذا الاخ ديالي اللي مشى عند هاد العدولات في عين الشق رقم 4 واللي هما مشهورين وداروا كالي اللي انا ما كنتش في المغرب وجابوا مرا اللي سينات وفين هي هاد لاكارت ناسيونال اللي الكل عطاهم هاد لاكارت ناسيونال كيفاش هاد العدولات يكتبوا هاد يعني الوقت اللي جابوا مرا سينات انت ما كيناش اصلا في المغرب؟ لا انا خرجت السبت مشيت لالمانيا وهو اللي دارها الاثنين يصحبني هو انا مازال كاينه يصحبني مازال كاينه وكاله واعره بزاف هو خدا الاراضي وخدا لينا وعطاها لمراته وحدا اخرى وزاد كملها بالوكاله علاش لحقاش انا تناقشت معاه قلت لي خلينا نصلحوا الموضوع قبل ما نديروا مشاكل خلينا نصلحوا ناد هو السبت مشى دار هاي صحابني انا مازال في المغرب ومشى دار وكاله مزوره وكاله خطيره ماشي وكاله وانا ما غاداش نسكت انا 4 سنين وانا تنجري ونجري على حق ديالنا وهاد الوكاله راه كاينه دابا في الولايه وكاينه في الفرقه الجهويه وكاينه دابا في المحكمه هنا الفرقه الوطنيه كتقصدي لا ها الفرقه الوطنيه ديال الامن الفرقه الوطنيه ديال الامن سمحي لي لا ماشي مشكل غير هو بالنسبه للاسف الشديد عدول عرفتي شنو هي عدول كيكون يعني حالف على المصحف وعلى اليمين انه يصون الامانه وانه عيب انها تجي من عدول شنو قالوا لك من تواجهتي معاهم؟ العدولات ما تواجهتش معاهم ولكن عيطوا لي في المانيا وبغاو يتفاهموا معايا قالوا لي واحد فيهم ولد واحد فيهم قال لي اجي بغا يتفاهموا معايا قلت لهم لا ما تفاهمش معاك اللي دار القانون هو اللي كاينه وانا تنسمع بانه تيجري ويجري وتيقول بانه ما عنده نفوذ والاخ ديالي تيقول انا عنده نفوذ ولكن انا عندي الحق وانا ما غاداش نجلس انا 4 سنين وانا تنجري ولا خلى لي ربي في العمر غادي نجري ونجري حتى نوصلهم على حقهم لان هذا الشيء اللي داروا ماشي معقول وماشي غير انا راه حتى في دار المعزه كلها اللي عنده شي حق تيدير ياخذوا واحد النقطة ما كايناش حاجة سميتها نفوذ حنا الحمد لله في دولة الحق والقانون دولة المؤسسات دولة القضاء النزيه يقولوا عندهم نفوذ لا ما عندهمش أكيد مضى حق وراءه مطالب أنت واقفة على حقك قلتي لي ما بقاش فيك الحال أشنو مشالك شحال مشالك ديال الفلوس تقريبا أش غادي نقول لك ما نقدرش نقول شحال ولكن أراضي ديال دار بوعزة بزاف تقريبا في حدود شحال ما نقدرش أنا نقول لك شحال من الأورو ملايين ديال الأورو اللي مشات ماشي حاجة قليلة أنا ملايين ديال الأورو يعني ملايير ديال السنتيم المغربية نعم لأن هذوك الاراضي غاليين في دار بوعزه وهو انا دار وكاله البزوبه حتى هو دارها بدون ديك الاسماء عافاك اسمحي لي لان ماشي مشكل غير ما نذكروش الاسماء باش ما نتسماوش كنشهروا بالاشخاص لان مادام القضيه باقا في القضاء لحدود الساعه مازال ما تحكمتش ما نقدروش نشهروا بالاسماء ولكن هاد الناس خاصهم الاشهار اختي فاطمه لان هاد الناس خاصهم الاشهار لان هادشي اللي داروا في دار بوعزه لا يمكن واحد يتفلاو علينا حنا كاملين دار بوعزه كامل العائله ديالي كلهم تفلاو عليهم ماشي غير انايا دابا راك شي راه شفت الفيديو ديالهم كلهم مشاو داروا وعد بالبيع كاين اللي دار وعد بالبيع تيشوف راسو راه بيع هو ما بايع شيء
هما في راسهم ما يتعاود كلشي مزور. كلشي مزور، كلشي مزور، حتى دوك الوكالات اللي عند الاخ ديالي راه كلها مزوره، كلشي مزور كلشي. وهادشي دابا 4 سنين وانا تنجري وباقي ما وصلت حتى شي حاجه. ان شاء الله غادي توصلي. شنو قال لك الاخ ديالك ملي تواجهتي معاه؟ انا تلاقيت بالاخ ديالي في فرنسا وقلت ليه شوف الاخ ديالي انا انت بعتي الارضيه لفلان وبعتي الارضيه لفلان وبعتي الارضيه لفلان. قال لي هذوك الاراضي انا اللي خسرت عليهم الفلوس وديولي. وقلت ليه شوف الاخ ديالي قبل ما نوصلوا للمحاكم اجي نتلاقاو في المغرب ونعيطوا على دار خويا حتى هما ونصلحوا قبل بلا ما نخسروا الدم، لانه هو كان عزيز علينا بزاف، ما يمكنش ندعي خويا. قال لي اللي في جهدك ديريه، انا اللي دعاني غندخلوا الحبس. ايوا انا تندير الجهد ديالي، انا تندير الجهد ديالي ونشوف شكون اللي غادي يغلب. الا بغى ربي الحق ديالي غناخذو ولا غادي ناخذو. ولكن الحاجه باقي عزيز عليك خوك، باقي عزيز عليك، انا حاسه ان خوك باقي عزيز عليك. الاخ ديالي عزيز عليا بصراحه آه. ولكن هادشي اللي دار ماشي معقول. سمحي لي على هذا عزيز، ولكن هو دار غلط كبير، دار واحد بهاد الدنيا اه. ولكن تصوري ياخذ لينا ارضيه اللي تتوا 500 مليون انا خواتاتي وعطيها كسبها لمراته. تصوري يعيط لينا ويقول لنا واحد الارضيه راه كسبي لي وكاله، راه واحد الارضيه غادا تباع، راه غادا تباع. هو باع اراضي، باع اراضي اراضي اراضي. خاصك كون يبحثوا شحال الفلوس دخل، كون تشوفي شحال الفلوس هو عنده ماشي ما عندوش. وكون عطانا محتاج، ما محتاج، كون غير جا وعطانا غير شويه، كون نبوسوا ليه راسه ورجليه، كون احنا ما عطاش نديروا ليه. ولكن هو ومراته طمعوا بزاف. ما كانش هكا الحاجه؟ لا ما كانش آه. كان حنين معاكم؟ كان حنين معنا، كان هو اكثر من الاب ديالنا. كنا الا سمعنا، انا واحد المره سمعته مريض قبل الطياره، كنت في المغرب جوج سيمانات ومشيت وسمعته مريض ومشيت خديت العطله وجيت خفت على خويا لا يموت. ولكن ما نكذبش عليك دابا عندنا واحد الصوره عليه صعيبه بزاف، العائله كامله صعيبه صعيبه. باش شنو بغيتي تقولي ليه اليوم الا كان كيسمعك؟ انا اللي غادي نقول ليه يقول الصراحه اشنو كاين، يقول اشنو كاين، يعطينا حقنا، يعني يصفي ضميره قدام الله سبحانه وتعالى. راه هو كبير وبقى ليه غير الموت، وتعرف الارث راه صعيب 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 صعيب. وشوف ربي راه كاينه غير الموت، راه الارث صعيب صعيب. وما تخافش من المراه ديالك، حنا عارفين بان المراه ديالك هي اللي المراه ديالو هي اللي كلشي تيقولها، ماشي غير انا، كلشي تيقولها، كلشي تيقول مراته هي اللي مزيره دير هادي ودير هادي ودير هادي. شوف ما تشوفش من وراء ديالك، شوف ربي سبحانه وتعالى. راه الورد صعيب صعيب صعيب، وضيعتي عائله كبيره اللي كان اول حاجه ما تنجيو عندك نزوروك ونشوفوك، اول حاجه تنجيو عندو نزوروك. تقى ربي وخلينا نصلح. بقى فيكم حتى داك الخلل، خوكم فقدتوه وفقدتوا الارث ديالكم، ما كرهتوش هادشي كلشي يتلم ويتجمع وتصلحوا؟ ولكن اذا ما عطاناش حقنا ورجع لينا الارض اللي عطى لمراتو ديالنا ما كاينش مسامح. ولكن عطاكم تقدروا تفكوا الامور بلا قضاء بلا والو؟ بالخصوص الارضيه اللي عطاها لمراته، بالخصوص الارضيه اللي خداها لينا وعطاها لمراته، ما نسمحوش ليه. الحاجه علاش طمعتي يفرق الخوت؟ ها؟ علاش طمعتي يفرق الخوت؟ هاد الظاهره ولينا كنشوفوها بزاف، تلقاو واحد العائله اللي كانت مجموعه وعائله كبيره وتتفرقهم الحيوط وكتفرقهم طموع الدنيا. اختي فاطمه الزهراء هو قال حنايا في فرنسا، حنا انا في المانيا خواتاتي في فرنسا، وحنا بصراحه ماشي قارين شي قرايه آه. هما هو ذكي بزاف ومراته ذكي، وقال بان خواتاتي مكلخين ما غاديش يعيقوا. حنا تنجيو سيمانه لجوج تنمشيو عنده يومين ثلاث ايام نشوفوه تنمشيو بحالاتنا. هو قال انا غادي ما غاديش يعيق، ولكن ربي راه كبير، الانسان عمره ما يحقر على الانسان عمره. كيفاش تعقتي بعد الحاج؟ اختي الاخ ديالي الصغير عيط لي وقال لي بان راه دار لنا الورد. انا ما كنتش عارفه بان كاين الورد بزاف، حنايا عمرنا ما كنا نعرف، كاين العروبيه والباديه وفين جدودي، ولكن ما كناش عارفين. من بعد عيط لي خويا قال لي خويا الصغير قال لي راه تيدي لك الورد وخا هكاك ما تيقتش. قلتي ما يمكنش؟ لا ما يمكن. عام هما تيعيطوا لي، ودار خويا عندي واحد ولد خويا وبنت خويا جاوا من بلجيكا جلسوا عام في المغرب، هما تيبحثوا جلسوا عام في المغرب وهما تيبحثوا يبحثوا جبدوا الورق جبدوا الورق. لقاو عندنا الاملاك اللي عندنا ما نحتاجوش نجلسوا كاع حنا في اوروبا، اش غنجلسوا نديروا في اوروبا اللي كانت عندنا الاملاك؟ نشوف حالاتنا غير نشموا الهواء ونشموا الشبيشه والغبره ونتمتعوا بالبلاد ديالنا، سلامتنا نموتوا في بلادنا. راك عارفه ايوا هذه 4 سنين وانا تنجري ورا حنا ما غاداش نحبس وما غاداش نجلس اما بيا اما بهم. اليوم تاجلات القضيه وانتم عند قاضي التحقيق؟ اه استقبلني قاضي التحقيق مزيان مزيان، استقبلني عاودت لي شويه بالتفاصيل اشنو كان، هو عارف القضيه واستقبلني وسمع وعارف شنو طاري في دار بوعزه. وان شاء الله السيمانه الجايه غنمشي عند المحامي
مع المحامي عنده، عندنا موعد معه وديك الساعه غنشوفوا في الجلسه امتى غادي تكون ان شاء الله. انا مازال قايله هنايا، ما انا لا غوتريت راه جالسه ما خدامه ما والو، ما عندي ما ندير. ولادي راه كبروا والحمد لله. مرحبا بك في بلادك. تنموت على بلادي، كل اخ ديالي عطانا حقنا وكراني جالسه هنايا، ما عندي ما ندير في اوروبا. ان شاء الله تجي لبلادك وتدخلي لبلادك وتاخذي حقك باذن الله. احنا في دوله الحق والقانون، دوله المؤسسات، كنتمنوا ان الحاجه تاخذ حقها بلاتي احسن وترجع المياه لمجاريها، والدم راه ما عمره كيولي ما، والخاوه راه حد هاد الدنيا. كنتمنوا من الاخ ديال الحاج ان يكون سمع النداء ديالها، راه باقي عزيز عليها وباقي كتبغيك، قلبها طيب وقلبها كبير. ايوا شنو تقولي لي كلمه اخيره؟ قولي لي على الشيطان، راك عزيز علينا. ما نقدرش نقول بان عزيز علينا، ولكن يخاف من ربي سبحانه وتعالى، راه كاينه غير الموت. وتعرف الا ديتي الورث ديال خواتاتك ولا ديال اي واحد وديتيه معاك، عرفتي راه بحال هاد الشيء خنشه ديال الرمله وهزها على ظهرك. ولا الا جيتي عندنا وطلبتي منا المسامحه عطيتينا حقنا، وبالخصوص الارض اللي عطيتي لمراتك، حنا نسامحوا لك في الدنيا وفي الاخره. احسن حاجه هي تسمح لك في الدنيا وفي الاخره. شكرا لكم ايضا مشاهدي قناه شوف تي في، والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.